حبيبتي ليلي، شو هذا اللي صار بهار؟ شو هذا اللي سمعته؟ كيف صار هيك؟ ما رح تحكي معي كمان؟ ما حكيت مع بهار ولا حكيت مع المحامي، لساتك مصدوم؟ بس هلأ رح تحكي، رح تحكي لي، قول لأختك كل شي صار بهديك الليلة. شوف حالتك، أنا تركتك كم يوم بس وشوف شو اللي صار. يلا عمر، يلا، مو أنا وياك دائماً منحكي لبعض؟ بترجاك أخي احكي لي، بترجاك. اللي أي شي عمر، بدك يعني بوس إيدك يعني؟ لو سمحت، يلا احكي لي شو اللي صار، احكي أخي، أنا عقلي رح يطوق، بدي أفهم اللي صار. كل هذا اللي عم بيصير لأنك ساكت وخايف تقول، لأنك ولد غبي مفكر حالك ألكر ألغاز. أنت مو ابن عيلة ألغاز ليساعدك سكوتك، عم تفهم؟ إذا ما حكيت رح تكون المذنب، ما عم تفهم؟ إذا حكيت رح تساعد حالك وتطلع. بدك تحكي كل شي هلأ يا مدام، بكفي، وطي صوتك. شو كنت عم تعمل بهديك الليلة وبهديك الكازية؟ اللي عمر، شو كنت عم تعمل بريفا؟ أثبتوا بأي ساعة كنت هنيك؟ شو كنت عم تعمل؟ جاوبني، يلا احكي لي كل شي صار، بركي بقدر ساعدك. شو عم تخبي؟ وليش ما حكيت كل هالوقت انك كنت هنيك؟ ليش ساكت عمر؟ قول، ليش كنت هنيك؟ جاوبني، شو عملت؟ جاوبني وريحني. ليك، انا قبل ما اجي لعندك كنت عم شوف بهار وحكيت معه
وحكيت مع إيلا وهي قالت نفس الحكي، قالت عمر لازم يحكي، ما رح ينحل الموضوع إذا ما حكيت. إيه؟ كيف صار هيك يا بهار؟ شو عملوا لأخي؟ بوس إيدك أحكي شي. أنتي كيف سمحتي لهم أنهم ياخدوه؟ ليش ما وقفتيهم يا بهار؟ ليش؟ ليه؟ يلدا، نحن شفنا لعمر هنيك، عمر كان وقت الحادثة. أنا آسفة كتير، ما بقدر كذب عيوني، لهيك الشرطة أخدته، ما طلع بإيدي دافع عنه. عمر كان هنيك ليلتها. إلا 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 ما تصدقي هالحكي حبيبتي. انتو كبرتوا سوا مثل الاخوة، هو اخوكي الكبير، هو مثل اخوكي، معقول يعمل هيك شي بهالوحشية؟ احكي شي إلا، ليش ساكتة؟ قولي هو ما عملها، بترجاكي. إلا بتعرف كل شي. كيف؟ شو اللي بتعرفه؟ كمل حكيك، ما تسكت، احكي خليني افهم كل الموضوع، احكي لا تجنني. لا تهتمي. ما اهتم؟ بشو ما اهتم؟ بشو ما اهتم؟ عمر، عمر عود، بترجاك عمر لا تروح. يا مدام حاج تعيطي. عمر، عمر، شو يعني؟ شو يعني إلا بتعرف كل شي؟ ليش سألني هالسؤال؟